حياكم الله مشاهدينا الكرام، وهذا موجز الأخبار من قناة صلاح الدين الفضائية. تعهد محافظ صلاح الدين بدر الفحل بمعالجات سريعة لمشروع مجاري سامراء وفق المواصفات الفنية المعتمدة والسقف الزمني المحدد في الإنجاز وتسليم المشروع. يشكو أهالي صلاح الدين من فوضى في أعمال البناء وإعادة ترميم المنازل والمحال التجارية، مؤشرين ظاهرة تكديس مواد البناء أمام المنازل دون مراعاة لحركة السير ونظافة الأحياء السكنية. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جميع الدوائر المعنية بتأمين مستلزمات النجاح وحسن التنفيذ للاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الولايات المتحدة وتركيا. أبلغت وزارة التربية مجالس المحافظات بأن أوامر إعفاء وتكليف المديرين العامين للتربيات ليس من صلاحيات المجالس، وإنما من اختصاص الوزير وبموافقة رئيس الوزراء حصراً. حذرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الحكومة العراقية من استمرار الهجمات ضد قواتها، مؤكدة أن الهجومين في الساعات الأخيرة يضعها في حالة تأهب للدفاع عن قواتها كما فعل سابقاً. قال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي أن المؤشرات عن انطلاق الموسم التسويقي للحنطة إيجابية وجيدة، والتقديرات الأولية تقترب من 7 ملايين طن، مما يستحق أو سيحقق فائضا كبيرا للعراق من محصول الحنطة. أخيرا، حيث أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون حاجة العراق وتركيا إلى منافذ جديدة لتوسيع التبادل التجاري بينهما، معتبرا أن منفذ إبراهيم الخليل لم يعد يكفي. الموجز انتهى، في أمان الله.